السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم جميعا في قناتي وقناتكم. كاين اللي كيقول لي ما كيوصلونيش الاشعارات ديالك، فخاصك تحيدي الاشتراك ديالك وتعاودي تشتركي في القناة والضغط على الزر ديال الجرس باش ان شاء الله يوصلكم جميع الفيديوهات الجدد ان شاء الله. فاليوم كما كتشوفوا غادي نديروا واحد البسكوي بثلاث مكونات، يعني بسيطه جدا، فابقوا معايا نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير خاصني 180 غرام ديال النوتيلا، عندي بيضه، وعندي 150 غرام ديال الدقيق، هادشي اللي خاصنا فقط. فغادي ان شاء الله غادي خدينا هاد لاباطاطا ختيني ديالنا، غادي نزيدوا عليها هاد البيضه وغادي نخلطوا هادشي جيدا. كما تشوفوا يعني المكونات تاعها، ونزيدوا عليها الدقيق. هي العجينه ديالنا كتكون بحال ما تشكل هذا. عندنا دابا ان شاء الله غادي نديروا، غادي نشكلوها كويعات بحال ما تشكل. وغادي نديروها في لاطا اللي غتمشي للفرن. إذن هنا درنا الكويرات ديالنا، دابا غنشدو ملعقة ديال الخشب ولا عندكم شي معلقة كتكون دايرة بحال هاد الشكل، فغادي ندير واحد الحفرة هنايا بحال هاد الشكل هذا، هاك غنديرو كلشي. إذن بحال هادشي غادي ندخلو إن شاء الله الفران 180 درجة لمدة 10 ديال الدقائق. الى هما خرجوا من الفران كيجي بحال هذا الشكل هذا، وخليتهم يبردوا. دابا اش غادي نديروا هنايا سميتو في الداخل، غادي نديروا هذيك الشوكولات، فغادي نقدو بحال هذا الشكل هذا، بحال هذا الشكل، وغنكملوا جميع. اذا هو الشكل النهائي ديالك كيجي بحال هذا الشكل، كنتمنى تعجبكم وكنكون بالصحه والراحه. حتى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.